يوقف اهل عماد يوقف يقابون يوقف نامون يوقف في بيت الخير يوقف اللي قال الخير يوقف العزب الله يدوم ببدي بصلاتي على الرسول اقصد ابو الزهرة البتول يبقى. اظهر على الدين البيان والملك لله يدوم وثنيتي قامتني بسلامي للرجال يلي تظهر بالفعال اظهر علينا بالبيان والملك لله يدوم يعيش يا شعب الخليج زهران في بهجة وبهيج شعب من تضرضى في عزان والملك لله يدوم أقصد أبو عبد العظيم يلي له شان عظيم اللي كرمنا من صهيم والملك لله يدوم عشتوا يا رجال انتم لكم فعل نم الفعال احنا لكم ضد المجال والملك لله يدوم ارجو السماحة يا حضور اذا كان في قولي قصور ان كان في ذلة لسان والملك لله يدوم عبد العظيم قائد السيرة وما الكرم في سجلاتي وما الكرم في سجلاتي أول سلامي على الديرة وانتو عليكم سلاماتي وانتو عليكم سلاماتي عبد العظيم قائد السيرة وما الكرم في سجلاتي وما الكرم في سجلاتي أول سلامي على الديرة وانتو عليكم سلاماتي وانتو عليكم سلاماتي عبد العظيم قائد السيرة وما الكرم في سجلاتي سموني الفنانة والمدربة نسيم الطوير. جاءتنا أيضا من الرياض ومن مدينة شقرة بالتحديد لتشاركنا هذا الملتقى، ملتقى سفراء السعادة، ملتقى المحبة والسلام. بداية بدأناها من الجويل وختمناها في القطيف، كيف وجدت هذه الأربع الأيام؟ هذه الأربع الأيام من أجمل الأيام اللي قضيت فيها نهاية الأسبوع فعلا. تعرفت على أشخاص جدد، جددت الصداقات، الأشياء تعلمت أشياء جديدة، شاهدت جزيرة تاروت اللي كنت دائما أحلم أني أشوفها. فعلا ملتقى المحبة والسلام على اسمه يجمع الأشخاص بمحبة بود وسلام، نتعرف على ثقافات بعض، كل الأشياء اللي إحنا ممكن نحن معلومات أشياء نجمعها من بعض، فعلا ملتقى محبة وسلام. عبد العزيز الطويل جاءنا من الرياض مشاركا في ملتقى المحبة والسلام، ملتقى سفراء السعادة. حياك الله. كيف وجدت هذا الملتقى عبد العزيز؟ حياك الله أستاذ عبد العظيم. أول شيء أحب أشكرك على هذا الملتقى اللي صراحة يعني جمع دول مجلس التعاون، جمع ثقافة، جمع فن،
أعطاني انطباع. أنا طبعا أول مرة أجي القطيف، أول مرة أجي الحسا، أول مرة أجي معظم مناطق الشرقية، فشفت تنوع الثقافات، تنوع اللهجات. مع تنوعها إلا أحس أني بين أهلي وبين أخواني. فشكرا لك. شكرا لك حبيبي، حياك. ما أجملها من تلك اللحظات التي عشناها، ما أجمل تلك العناوين التي نطلقها ملتقى المحبة والسلام. محطة من محطات العمر انقضت، ولكن كان عنوانها جميل، عنوانها سفراء السعادة. وما أجمل السعادة لما تعنون موضوعك بشيء هناك رسالة تبغى توصلها للعالم. وبالفعل رسالتنا بإذن الله تعالى وصلت لكل من قابلناهم ولكل من كانوا معنا سفراء السعادة. ملتقى المحبة والسلام في هذه المحطة كانت محطة موفقة بكل ما تعنيه الكلمة لعدة أسباب. السبب الأول يمكن لأني أنا محظوظ بنخبة وكوكبة من أعضاء فريق المحبة والسلام اللي كانوا خير مثال للتضامن وللتعاون. ولا أنسى الدور الكبير للرعاية الكريمة من الدكتور عبد الله السيحاتي اللي بالفعل كان مصدر سعادة لنا ولكل من حولنا لأجل أن يكونوا سعداء في هذه المحطة. وبالتأكيد لا ننسى الشكر الجزيل إلى الأستاذ سالم السالم، صاحب السالم للنقل والسياحة، اللي بالفعل كانت الحافلة مصدر سعادة وراحة كبيرة جدا لأجل أن يكونوا هؤلاء الضيوف سعداء في تنقلاتهم. شكرا جزيلا لكل من قابلناهم وقابلونا في هذا اللقاء الجميل، وبإذن الله تعالى سنلتقي على الحب والسلام. تحياتي.